معكم أفنان. اليوم هنحضر مع بعض تشيز كيك بالتوت الأزرق. هالوصفة بتطير العقل كتير كتير بتجنن. استخدمت فيها الجيلاتين فبالتالي هي ما رح تحتاج لفرن. طبعا بالنسبة لتبريدها كل ما تركتوها بالتلاجة مدة أطول كل ما كانت أطيب، يعني لو تركتوها ليلة أو ليلتين بالتلاجة وبعدين أكلتوها تكون كتير كتير طيبة. خلونا نحضرها مع بعض ونبدأ بالمكونات. لتحضير هالوصفة هنحتاج لطبقة البسكوت 12 حبة بسكوت ديجستيف مطحون، 100 جرام زبدة مذابة، 2 معلقة سكر. لطبقة الجبنة هنحتاج 600 جرام جبنة فيلادلفيا، كوب سكر بودرة، 2 كوب كريمة خفق سائلة، معلقة فانيليا، باكيت جيلاتين، 3 معلقة ماء ساخن يعني حوالي فنجان، علبة بلوبري أو توت أزرق للتزيين. أول شي راح نبدأ بطبقة البسكوت. استخدمت بسكوت الديجستيف المفهوش سكر أو الغير محلى، فضفت له معلقتين سكر بودرة والزبدة المذابة. هنقلبهم مع بعض تخليط على السريع لغاية ما يندمجوا مع بعض. صينية التشيز كيك حطيت فيها ورق زبدة، بعدين هنفرد البسكوت فيها، هنضغط عليه منيح بحيث انه يغطي الزوايا. هنستخدم كاسة او اي شيء نضغط فيه البسكوت، بعدين هندخلها التلاجة لمدة ربع ساعة عبال ما نجهز طبقة التشيز. استخدمت هذا النوع من الجيلاتين، طبعا مفيش فيه نكهة، بكون بدون نكهة او اي طعم. هنضيف له حوالي معلقتين كبار من المية السخنة يعني فنجان، هندوبه لغاية ما تصير المية لونها ذهبي صافي. في الخلاط الكهربائي هنحط الجبنة. انا استخدمت فيلادلفيا حوالي 600 جرام، كل علبة استخدمت علبتين، كل علبة فيها 300 جرام. هنخفقها لغاية ما يصير الجبنة معنا كريمي. بعد ما صارت الجبنة كريمي هنضيف حوالي 2 كوب من الكريمة الخفق السائلة، وضروري ضروري كتير تكون باردة. وهنضيف كوب سكر بودرة وهنخفقهم مع بعض لغاية ما يتكاثف المزيج مع بعضه. ها في البداية استخدمت الخلاطة العريضة اللي بشكل كي، بعدين استخدمت الخفاءة لحتى الكريمة تنخفق معايا كاثر. بعدين ضفت الجيلاتين، طبعا الجيلاتين لازم يكون بحرارة الغرفة او يكون بارد لما نستخدمه مع التشيز كيك. هنخفقهم مع بعض لغاية ما يختفي الجيلاتين. استخدمت هذا النوع من التوت الازرق اللي بيجي خاص بالتشيز كيك. استخدمت حوالي معلقتين كبار منه مع خليط التشيز كيك. تخليطة سريعة بالسباتشولا من فوق لتحت لغاية ما يندمج او يتوزع يعني بشكل عشوائي حتى يعطينا لون مميز في التشيز كيك. طلعت صينية التشيز كيك من الثلاجة، بعدين هسكب خليط التشيز كيك فيها. بالمناسبة حجم صينية التشيز كيك 15×10 سنتي. طبعا لما نرجعها على الثلاجة لازم نتركها الليلة كاملة لتبرد. طيب في حال اذا مش متوفر عندك صينية التشيز كيك ممكن تستخدمي اي صينية عادية، تبطنيها بورق زبدة او ورق الومنيوم، بس خلي الاطراف برا بارزة بحيث انك لما تسحبيها تسحبيها بكل سهولة لحتى ما تطلع معاكي صينية التشيز كيك او طبقة التشيز كيك كتير رفيعة. حاولي تستخدمي الصينية تكون مناسبة للكمية اللي عملتيها حتى تطلع بلقي الكمية او السماكة اللي انت بتحبيها. بالنسبة للبلوبري انا استخدمت الجاهز. اذا مش متوافر عندك التوت الازرق الجاهز ممكن تعمليه بالبيت. اذا عندك توت فريش او طازة هتحطي حوالي كوب مع نص كوب سكر ومعلقتين مي، هتتركيه لمدة نص ساعة على نار هادية لغاية ما يصير مثل المربى، وبعدين تتركيه يبرد بحرارة الغرفة وتستخدميه بكل سهولة. نرجع لوصفتنا، بعد ما تبرد ليلة كاملة بالتلاجة
طلعوها وقطعوها وقدموها بالطريقة اللي بتحبوها. وصحتين وعافية عليكم. يا رب تكونوا حبيتوا هاي الوصفة، فإذا حبيتوها بليز اعملوا لايك وسبسكرايب إذا مش مشتركين بالقناة. وبذكركم إنه هاي الوصفة وغيرها من الوصفات موجودة على موقع وصفاتزاكية.com وموقع أفنان كيتشن. أشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.